كيفية خفيفة جدا وتقدم هذه الكيفية مع كومينونتري يعني مقبلة مع سلطة يعني سلطة فيرت مثلا جميلة جدا ولا مع سلطة كونكومبر يعني سلطة دو كونكومبر ولا سلطة الخيار يعني تمشي معها بزاف ولا نديروها avec une sauce une sauce grecque تمشي معها بالبزاف تجي ما شاء الله وهاد الكيفيه بزاف راح يعني هاد الكيفيه بالذات راح نعطيها لكم خصيصا للولاد الصغار الولاد الصغار لانه ما يخفلكمش باللي السمك مفيد جدا للذاكره مفيد جدا يعني عنده بزاف فوائد للصحه خاصه للاطفال نمو الاطفال بصفه خاصه اذا ماذا بينا نكثروا لهم من السمك الولاد صغار نكثروا لهم على الاقل ياكلوا مرتين في السمانه على الاقل مرتين في السمانه لانه الاوميغا 3 هذه مهمه جدا جدا جسم الانسان يعني عندها فوائد عظيمه جدا هنا خيرت لكم مدام السمك ديفا يكون كاين ديفا ما يكونش ديفا يكون غالي ديفا سا ديبون كاين عندنا الطون راه متواجد كثير في المحلات ماذا بينا نستغلوا السمك بهذه الطريقه هذه يعني عن طريق تحضيره ولا الاكل تاع طونه الزيت ولا طونه الطماطم كما الكيفيه نتاع اليوم راح تكون محضره بطونه الزيت الطون على الويل دونك هاد الكيفية هادي خبيزات الطونة سهلة جدا في التحضير تاعها ولذيذة لذيذة المكونات راح تكون كالآتي عندنا 200 غرام حوالي تاع طونة الزيت 200 غرام طونة الزيت عندنا حبة نتاع بصل ولا زوج حبات بصل الأخضر يعني البصل الأخضر حبة نتاع بوارو حبة نتاع بوارو نص ربطة نتاع دبشة لا كوريونت ماشي لو بيرسيل لا كوريونت يعني الدبشة كاين في بعض المناطق يقولوا له القصبر هي الدبشة ولا الحشيش طبعا الاخضر دبشة حنا نقولوا دبشة في البرج نقولوا دبشة عندنا قر نتاع فلفل حلو يكون كبير ومن الاحسن نخيرو فلفل هذاك الحلو اللي يكون اللون تاعو احمر يعني جميل يجي جميل جدا في هذه الخبيزات هذو يجي خير من الاخضر نحتاجو مغرفه تاع ماكله تكون معمره مليح بفارينة زوج بيضات كاملين نص مغرفه صغيره نتاع الملح انا ما كثروش الملح بيسكو طون يجي مالح شويه نتاع فلفل اسود هنا نص مغرفة صغيرة نتاع كمون مرحي ونص مغرفة صغيرة نتاع بابريكا اللي هي فلفل الأحمر يكون حلو ولحبيتو الخبيزة تاعكم يجيو حارين استعملوا مغرفة صغيرة نتاع هريسة اللي هي لاصوص بيكانت نعاود المكونات عندنا 200 غرام من طونة الزيت عندنا حبة نتاع بصل تكون كبيرة الحجم ولا زوج حبات نتاع بصلة خضراء بصلة تعربط زوج حبات هنا الكيفية تحب البصل بزاف سورتو البصل الخضر يعني تحب بزاف البصل الخضر عندنا حبة نتاع بوارو نص ربطة نتاع دبشة تانيك تحب الحشيش عندنا قرن نتاع فلفل حلو يكون كبير الحجم يكون فلفل أحمر أحسن يعني عندنا مغرفة كبيرة نتاع فارينة زوج بيضات كاملين شوية نتاع ملح ما كثروش الملح شوية نتاع فلفل أسود نص مغرفة صغيرة نتاع كمون مرحي نحتاجو نص مغرفة عفوا نتاع بابريكا اللي هي فلفل أحمر حلو ويكون على شكل بودرة يعني فلفل يابس كذلك نحتاجو شويه نتاع زيت للقلي طبعا اما الصلصه المرافقه له حبينا نرفقوه بالصوص غريك هذه واش نحتاجو علبه من الياورت الطبيعي ملعقه صغيره من الخردل اللي هي لاموتارد ملعقه كبيره من صلصه المايونيز عصير نصف حبه ليمون عندنا فص تاع ثوم يكون كبير ومسكرفج
ملح، شويه تاع ملح، شويه تاع فلفل اسود. هادو هما المكونات تاع الصلصه البيضاء. نعاود، عندنا علبه من الياغورت الطبيعي، ملعقه صغيره من الخردل، ملعقه كبيره من صلصه المايونيز، عصير نصف حبه ليمون، عندنا فص نتاع ثوم يكون كبير ومسكرفج، شويه نتاع ملح، شويه نتاع فلفل اسود. طريقه التحضير راح نعطيها لكم بعد هذا الفصل. كيفاش نحضروا هاد الخبيزات نتاع التونه؟ سهل جدا. راحين نهزوا هذاك الطون تاعنا وراحين نقطروه مليح من السائل اللي فيه، الزيت هذاك والسوائل اللي فيه. كيف تلقاو زيت وتلقاو شغل الماء، هذاك السوائل كامل تقطروه مليح وتعصروه مليح. طونة الزيت كي تجيبوها معلبة، هذيك طونة المعلبة تاعنا طبعا الحين تقطروها من الزيت، قلنا تحطها في صفاية وتبداو تعصروه مليح بالظهر تاع المعرفة، يعني حتى يجي ناشف كليا باش الخبيزات تاعنا كي نعودو نقليوهم ما يتحلوناش في الزيت. دونك نعصرو مليح الطون تاعنا تخي تخي بيان. من بعد واش نديرو؟ راحين نحضروا الخضر. نقطعوا هذاك البصل رقيق جدا، نقطعوا الدبشه ثاني كيف كيف، نقطعوها رقيق جدا. الفلفل هذاك اللي ذكرته ثاني يقطع مربعات صغيره صغيره جدا، يعني كل حاجه تتقطع صغيره جدا. من بعد نهزوا صحن عامق، واش نديروا فيه؟ نديروا فيه طون زيت، نديروا الخضار اللي هي البصل، الدبشه، الفلفل، قلنا البصل قلناه. من بعد واش نديرو؟ نضيفو مغفى نتاع فارينة، نضيفو زوج بيضات كاملين. بون الا كان عندي البيض نتاعي كبير، نسبك نكسر اللولة نكسرها في صحن صغير ونديرها. من بعد ما نضيف التوابل طبعا، بعد ما يعني نضيف كل المكونات، البيض هذاك راح نلين به المكونات نتاعي. هنا كي ندير البيضه الاولى ونشوف كي نخلط باليد نتاعي، لكن تعجنت لي كل المكونات وقدرت يعني نهز كميه باليد نتاعي وقدرت نكورها في يدي، يعني شكلها كوريه وتمسكت لي، يعني حكمت روحها ما نزيدش البيض. ولكن شتها مخصوصه شوي ما نضيفش البيضه كامله، يعني نكسرها في انتي بول صغير كيف كما كسرت الاولى، ونضيف بكميه صغيره جدا، كمية صغيرة ولين بيدي حتى نشوفها يعني تماسكت. كي نحضر يعني ندير هاد لابريباراسيون هادي، راح نحطها في الثلاجة على الأقل ساعة حتى تشد روحها مليح. من بعد واش ندير؟ نحضر مقلاة ونحط فيها شوية باك تاع زيت، يعني ما نديرش أن بان دويل، ما نديرش حمام زيتي، نو، نحط غير شوية تاع زيت. نحط شوية تاع زيت في مقلاة على نار هادئة، ما نقويش للنار طبعا، ونبدا نكور ولا نشكل كريات، يعني نهز شويه. الا كان شتو تلصق لك في اليد تاعك ديري شويه نتاع مثلا شويه تاع زيت ولا شويه تاع زيت هكذا شويه باك ما بين يدي، ونبدا نهز كريه راح نكورها ومن بعد نصبطها في بحافه اليد بلا بوم دي ما، نحاول نصبطها باش نتحصل على فورم دو غاليت، يعني خبيزات صغار. من بعد راح نقليهم في هذاك شويه الزيت هذاك اللي درته في المقله، ونقلي ما نعمرش المقله تاعي بزاف، ندير حبات برك، نخلي الفراغ بيناتهم طبعا باش نقدر كيفاش نحركهم، باسكو سي تري ديليكا، يعني كي نجي نقلبهم نقلبهم غير بشويه برك باش ما يتحلوليش. راح كي يحمروا من التحت ونتاكد منهم، ما نكثرلهمش تقلب بزاف وتحرك بزاف، يوفا يحمروا من التحت يطيبوا، راح نقلبهم ونخليهم يحمروا دلوت كوتي يعني من الجهه الاخرى. كي نشوفهم حمروا مليح وطابوا اكيد راح نوجد طبسي صحن نحط فيه ورق الامتصاص، ونحط هذوك الخبيزات تاعي حتى يقطروا مليح من الزيت. من بعد واش ندير؟ راح نهز صحن التقديم نحط فيه هذيك لي غاليت تاعي والخبيزات تاعي. من بعد نحضر الصلصه، الصلصه نكونوا حضرناها ديجا من قبل، يعني قبل ما نحضروا هاد لي غاليت هادو تاعي كامل نكون حضرتها من قبل هي الاولى وحطيتها في الثلاجه. نحط فيه صحن، نحط صحن عامق تي بول صغير، نحط الياغورت ناتور، نحط لا موتارد، لا مايونيز، يعني كل مكونات طبعا، ونخلطها افيك ان فوي مانويل يعني بالمضرب اليدوي
نخلطها مليح تحصل على صلصة كثيفة. اللون تاعها يكون أبيض اللون. تحبوا تضيفوا لها رشة من المعدنوس يكون مقطع رقيق جدا، لا بأس ضيفوا لها. تحبوا تضيفوا لها شوية تاع لي كورنيشون تكون مقطعة رقيقة جدا ضيفوا لها. يعني واش حبيتوا ديروا لها شوية تاع لي كابخ؟ نو انا يعني جو بريفير لي كورنيشون سي ميو. رايحين تحطوها في بتي رامكان مثلا خاص بالصوص وتحطوه في النص تاع الصحن كصلصة مرفقة لهاد الخبيزات هادو، وش هي طيبة للجميع. على ما أظن معنا اتصال. نعم الو السلام عليكم. صباح الخير مسعودة. الو سهلا بك. صباح الخير واش راكي يا حبيبتي؟ وانت يا واش راكي مسعودة؟ عازمة سمعك. لاباس الحمد لله. وانتم لاباس؟ لاباس. العائلة تاعك كامل لاباس؟ والله الحمد لله اختي كريمة. والله في نعمة. والله في نعمة الحمد لله. حبيبتي كريمة ما عنديش الوقت خلاص، السبت اللي فات الحد غير مع الاخر وتغيرنا القصه تاعك ما شاركش فيها. هاي المره اللي فاتت كانت حلويات. اي الحد مع كاطو والخير هذاك اللي مخلطه فيه نونو مو الدقيق. ايوا نعم هذاك الحد مع الحجازيه. الحجازيه المصريه. نعم اي كنت في كريمه لسه تعاوديه لي في كاس نهار تعاوديه لي ان شاء الله. ولا كفانا الوقت اليوم نعاود عليك وراه مشكل. تعيش اباك عليه كي من كنت مع الكاطو تاع العرس وما زلت راني مهلاك. معليش ربي يعينك ان شاء الله. والله كريمه شويه فيه تعب بصح وش راح يدير العبد هذه. معليش ربي يقويك ويقدرك ان شاء الله. ان شاء الله. تعيش ولفت. والله ولفت. عيشك يسلمك بارك الله فيك. درتيني ولفنا كمكم شتوما ماناش حنا. والله علي اي كلمه تجيني طريق هكا نعاني لي على ذلك غير باه نسمع شي صوت. سبحان الله هذا كامل على جالي. يعطيك الصحة. أنا قلت نجي عند السيدة أم صالح. أرواحي أرواحي زورينا مرحبا بك في أي وقت. والله مادا بينا. ونشوفك. أرواحي مرحبا بك. خيري نهار السبت باك تلقيني باسكو غير بالسبت. أرواحي مرحبا بك. شكرا على الاتصال تاعك مسعودة. قطعت المكالمة للأسف. إذا إن شاء الله تعاود تصل بينا مسعودة. ما بلا يعني استقبلنا اتصال ثاني. معنا اتصال. نعم مالو. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا بك. صباح الخير شكون معايا؟ شكفالك الخير واش راكي؟ لاباس. شكون معايا؟ فاطمه. راكي عقيله بالسبع. اهلا وسهلا بك عقيله. عندك بزاف ما عيطيش عقيله ولا ما فطرتيني يا حبيبي؟ ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك راني زعفانه منك. عيطت لك قداش المره وطلبت منك طلبات وما جاوبتنيش عليهم. اها مثلا مثلا يا حنان شي والله قطلبت منك قداش هي قولي ما كاينش منها باش ما نجاوبش عليك. ليش اوموا على حاجه اوموا بالك طلبت جاوبتيني على صالح. جاوبتيني هي شفتي علاش تزعفي عليا راني جاوبتك على صالح. اسمعي صوفي عقيله انا ما نقدرش في حصه واحده نجاوب غير عليك انت يا برك على كلش مستحيل باسكو لازم نرديو كامل المستمع مستمعات ياك انت ما تزعفيش مني. وعلاش عقيله؟ باسكو اني شاك فوا نحاول باش نجاوب على الاسئله نتاعك. ما تكونش في مره واحده مي كل خطره ان شاء الله نحاول نجاوبك ياك. ما نزعفوك لا انت لا المستمعين الاخرين ان شاء الله باذن الله. رحت عقيله ان شاء الله ما تزعفش علينا عقيله وان شاء الله نجاوبها على الاسئله نتاعها كامل. انا حاولت نجاوبها. هي طلبت يعني طرحت اسئله كثيره على كيفيه كثيره ويعني في الحصص اللي فاتوا كامل وعندها مده يعني جاوبتها على بعض الاسئله ليست كلها جاوبتها على بعض الاسئله وان شاء الله راح نكمل نجاوبها في الحصص القادمه على الاسئله الاخرى باذن الله. اذا نكملوا مع الكيفيه الثالثه والاخيره اللي هي عصير الخوخ. مادام راه الخوخ راه متواجد على الكثره وقبل ما يخرج قبل ما يخلص الخوخ ماذا بينا نستغلوا هذه الكيفيه عصير الخوخ. وهذا العصير هذا سبيسيالمون هذا العصير يعني مده الحفظ نتاعو طول يعني طول حقيقه طول. راح من بعد تفهموا علاش طول. هنا تقعد لكم وتقعد يعني حتى ما توضعوهاش في الثلاجه راح تقعد لكم حتى شهرين ثلاثة شهور ربع شهر يعني طول حقيقه. لكن لا تبعتوا معايا هاد المراحل هادو لكن تبعتوا مليح هاد المراحل.
المكونات اللي نحتاجوها هنا مثلا كيلو ونص نتاع خوخ، نعطيكم الكميه هذه كيلو ونص نتاع خوخ، ومن بعد جربوا قبل هذه الكميه هذه، ولا كان نجحتكم تزيدوا كملوا في الكميه، يعني تقدروا تزيدوا مره اخرى كميه واحده اخرى. كيلو ونص نتاع خوخ، الخوخ تاعنا يكون ما يكونش قاسي، لازم يكون طايب. يعني هنا كيفاش نعرفوا؟ كي نجيو نقشروه القشره تتنح وحدها، يعني كي نقشروه جينا سهله في التقشير نتاعو، حبه الخوخ تتقشر لنا فاسلنا. ماشي هذيك الخوخ اللي طايب بزاف حتى نحشاكم راح يخمج، لا لا، مي نقصد به الخوخ طري طري، هذاك الاحمر القشره تاعو الحمراء، خوخ طري اللي نقدروا نقشروه فاسلمون باليد نتاعي. عندنا 400 غرام من سكر عادي، 400 غرام من سكر عادي، الماء نحتاجو لتر ونصف، قد كيما نقولوا حنا الميزان. مثلا اذا كان درت كيلو ونص خوخ نديرو يطرا ونص تاع ماء، اذا درت زوج كيلو نتاع خوخ ندير يطرتين نتاع ماء وهي رايحه. ونحتاجو عصير نتاع حبه قرص، عصير حبه قرص، هذا واش فيه لو جو تاعنا تاع الخوخ. كيلو ونص نتاع خوخ، 400 غرام سكر، عصير ليمونه، ويطرا ونص نتاع ماء. نروحو للتحضير نتاع هذا العصير، سهل جدا. نهزو الخوخ نتاعنا ونقشروه، بعد ما نشلوه جيدا راحين نقشروه، نحيلو القشره الخارجيه كلها، نقسموه على اثنين، نحيلو العظم الداخل، من بعد فوق لو بلون دو ترافاي راحين نقطعوه الى مربعات صغيره، تكون صغيره بزاف وما تكونش كبيره بزاف، صغيره عادي. من بعد نروحو نهزو اناء قدر، نحطو فيه الماء يطرا ونص تاع ماء، ونحطو فيه 400 غرام سكر. بون اذا كان الخوخ نتاعي حلو نبقاو في الكميه هذه، ولكن الخوخ تاعي نقص شويه حلاوه نديرو 500 غرام سكر. نعاود، اذا كان الخوخ تاعي حلو عادي نستعمل 400 غرام في كيلو ونص نتاع خوخ، وإلا كان الخوخ نتاعي يكون نقص شويه حلاوه نستعمل 500 غرام سكر. بعد ما ندير الماء وندير السكر ونخليوه فوق النار، نحركو مليح باش يذوب لنا السكر في الماء، ونخليوه يغلي، نحسب الوقت من بدايه الغليان، من بدايه الغليان هو يغلي مده 5 دقائق. من بداية الغليان نحسب، نحط مثلا البورتابل تاعي ولا الساعة تاعي ونحسب 5 دقائق، هي تمر المدة الزمنية هذه، وانا نرمي قطع الخوخ تاعي اللي كنت قطعتها، نرميها في هذا لوسيغو هذا. من بعد نحسب، وقتاش نبدا نحسب؟ من بداية الغليان. انا كي ترمي الخوخ في لوسيغو هذاك هاو يبرد، تحطي له الخوخ هاو يبرد، ما مش راح يغلي تمتم. هنا وقتاش نبدا نحسب انا الوقت مرة أخرى؟ من بداية الغليان، إن فوا يبدا يغلي، نحسب نحسب مدة زمنية هنايا 5 دقائق وحد أخرين، أون تو صافي 10 مينيت. نعاود الكيفية، نحضرو لو سيغو تاعنا، نحط في قدر الماء يطرا نص تاع الماء، ونحط 400 غرام تاع السكر ولا 500، قلتلكم سا ديبون الحلوة تاع الخوخ. من بعد نحرك مليح بالملعقة الخشبية وعلى نار متوسطة، هو يبدا يغلي لو سيغو هذاك، وانا جوست ما يبدا يغلي نرمي الخوخ نتاعي المقطع، هو يبدا يغلي الخوخ، وانا نبدا نحسب من بداية الغليان، نحسب 5 دقائق واحد اخرين، 5 دقائق واحد اخرين، عفوا لو سيغو قبل يبدا يغلي، لو سيغو قبل تاعنا من بداية الغليان المرحلة الأولى، كي يبدا يغلي لو سيغو تاعنا هذا قبل ما نضيفو الخوخ، نحسبو 5 دقائق. لو سيغو تاعنا غلا 5 دقائق راح نرمي قطع الخوخ، نزيد نحسب كي نرمي الخوخ في لو سيغو او يبرد لنا سيغو، مي جوست ما يبدا يغلي نستنى حتى هو يبدا يغلي، وانا نحسب 5 دقائق واحد اخرين، ونحرك راني نحرك والخوخ تاعي راه يغلي. من بعد كي يتمر هذا المده هذه تاع 5 دقائق، وانا نحي من النار، نخليه يبرد شويه، من بعد رايحين نرحوه باللوبغا تاعنا بالميكسور، ولا اللي عندي طاس تاع الميكسور راح يكون احسن، يعني خير من اللوبغا. طا
باسي داك الزجاجي تاع البلندر، راح نحط لو سيغو تاعنا والخوخ تاعنا اللي غلا في سيغو ونرحيه جيدا، نرحيه جيدا هاو يجي شويه كونسنتري. من بعد نقدروا نصفيوه، نصفيوه في صفايه، راح تحصلوا على عصير كثيف جدا. هذا العصير هذا راح نعمروا به القارورات الزجاجيه اللي كنا طهرناهم من قبل، كونوا ديجا درنا لهم عمليه ستيريزاسيون تطهير، يا يعني نحطوه في الماء مده 10 دقائق القرع مع المغلق تاعها وخلوهم يغلو 10 دقائق، هذه عمليه التطهير. من بعد راح نقلبوهم، كيفاش نشفوهم؟ نشفوهم ونخليهم يشفوا وحدهم بعد ما نقلبوهم. ثم هذاك العصير هذاك نعمروا به القارورات الزجاجيه، نسكروا مليح ونقلبوا القرع نتاعنا حتى يبرد كليا. من بعد واش نديروا؟ العمليه هذه اللي مهمه جدا جدا، هذه العمليه التاليه هي اللي راح تخلي لنا لو جو نتاعنا يشد مده اطول. لو كان ما نديروش العمليه هذه الجو تاعنا يتشرب خلال يومين ثلاث ايام، مي كي نديروا العمليه هذه اللي راهي جايه راح هذه اللي تخلي لي جو تاعي مده الاحتفاظ تاعو تكون اطول بكثير. راح نهز قدر نحط فيه كميه من الماء وين نتاكد انه القارورات الزجاجيه تاعنا تتغطس مليح، تتغطس تتغطس، يعني ما تجيش نص في الماء ونص في الهواء. نتاكدوا بلي مثلا نهزوا، احنا نقولوا بالعاميه برمه، برمه تكون طويله طبعا، نحطوا فيها الماء ونحطوا القارورات الزجاجيه وشنو نخليوا الفارغ هذاك تاع المغلق برك، باسكو المغلق انا ديجا لو جو انا ما عمرناهش حتى للفم، نخليو هذاك لو فيت تاع 2 سنتيمتر حوالي ولا 3 سنتيمتر. دونك هذاك لو فيت نحبسو منين يبدا لو فيت، نحبسو بالمثل. من بعد واش نديرو؟ راح نغطو عليها، نغطو على المرميطه ونخلوها على نار متوسطه يبدا يغلي، يبدا يغلي لنا هذاك الماء والقرع تاع الزجاجيه تاعنا راهي في وسط هذاك البرمه هذيك اللي يغلى فيها الماء. هنا المده لازم واحد 40 دقيقه حتى 45 دقيقه وهو يغلي على نار هادئه. هذه الطريقه هذه راح نحوه من بعد، وعفوا ماشي 45، 25 دقيقه، عفوا 25 دقيقه حتى 30 دقيقه وهو هذيك القرع تغلي على نار هادئه، ما لازمش نقوي له النار. من بعد راح نخليهم يبردوا في هذاك الماء، ومن بعد نحوهم، نحوهم ونخليهم نمسحوهم مليح القرع باش ما تجيش شعبه. من بعد راحين يبردوا كومبليتمون، سواء نديرهم في الثلاجه في الفريجيدير ولا نديرهم في لي بلاكار بعيدين على الرطوبه وعلى حراره الشمس، اشعه الشمس. نعاود، لازم تتخبى يا في الثلاجة القارورات هذيك، يا تتخبى في مكان بعيد عن الشمس، عن الحرارة أو أشعة الشمس عفوا، وبعيدة عن الرطوبة. وبهذا الطريقة هذه تكونوا تحصلتوا على عصير مكثف، عصير كثيف، عصير الخوخ. تقدروا يعني كيفاش تقدموه، سواء تخلطوا له يعني في قاروره واحده اخرى، تخلطوه مع كميه منه وكميه من الماء البارد ولا دي غلاسون ولا مع ياغورت ولا ساديبو عصير واحد اخر، تقدروا تخلطوه مع عصير واحد اخر يكون خفيف مع عصير هذا يكون كثيف، يجي عصير يعني ما شاء الله رائع جدا. يعني انتوا من بعد انتوما كي توجدوه، من بعد انتوما كيفاش حبيتوا تقدموه الطريقه تاعكم، يا اما ديروه وحده تقدموه وحده، يا اما تمزجوه مع عصائر واحده اخرى، عصير برتقال، عصير جزر، عصير مع مثلا ياغورت ولا سا ديبون، كل واحد وكيفاش، وراح تكون عصير ما شاء الله الذوق تاعو يعني ممتاز جدا. قبل ما نختموا في هذه الدقائق ثلاث اللي قعدوا لنا، فقط حبيت نذكر بالمكونات نتاع خبيزات التونة اللي طلبتهم اخت مستمعة على الخط الداخلي. المكونات فقط قلنا 200 غرام من تونة الزيت، زوج حبات بصل اخضر او حبة بصل عادية كبيرة، حبة نتاع بوارو، عنا نص ربطة نتاع دبشة، قرن تاع فلفل حلو يكون كبير الحجم، مغرفة نتاع فارينة، زوج حبات نتاع بيض،
شويه نتاع ملح، ما كثروش بزاف الملح، شويه نتاع فلفل اسود، رشه خفيفه من الكمون الملحي، وهنا الكمون الملحي نصف ملعقه صغيره، ونصف ملعقه صغيره عفوا بابريكا، يعني فلفل يابس يكون ملحي على شكل بودرة، ونحتاج زيت للقلي. أيا مادام مازلنا شوية وقت نعطيك نكمل لك طريقة التحضير في عجلة في دقيقتين. طبعا ها نعطيك قبل المكونات تاع الصلصة، اللي هي علبة من الياغورت الطبيعي، ملعقة صغيرة من الخردل، ملعقة كبيرة من صلصة المايونيز، عصير ليمونة نصف حبة ليمون، فص نتاع ثوم، شويه نتاع ملح، وشويه تاع فلفل اسود عفوا. راح نقطر مليح طنت الزيت تاعي، نقطرها مليح من السوائل اللي فيها، ثم راح نضيف لها البصل مقطع رقيق جدا، الدبشه مقطعه رقيق جدا، الفلفل هذاك الحلو مقطع رقيق جدا، نضيف الفرينه، الملح، فلفل الكحل، والكمون، وفلفل الاحمر. من بعد راح نليمهم بالبيض، هنا ما نرميش زوج بيضات كاملين مره واحده، فقط ندير بشويه، يعني نخلطهم في صحن وحدهم، ونضيف حتى نعجن بهم، وحتى تليم لي المكون تاعي كامل تتجانس، وراح يعني هنا دي فاصون وين نقدر نشكلها كريات. من بعد كي نكمل كامل راح نخبيها في الثلاجه مده ساعه، ومن بعد نجبدها، نحضر مقلاه، نحط فيها الزيت، شويه تاع زيت، ما نديرش بزاف، ما نديرش حمام زيتي، جوست شويه برك تاع زيت. من بعد راحين نشكلوا كريات، راحين نصبطوهم شويه باليد نتاعي حتى نتحصلوا على خبيزات، يعني دي قاليت مدورين، ونقليهم في الزيت طبعا غير على نار هادئه، ما نقويلهمش للنار. راح نقلبهم على الجهه الاولى اللي حمرت، نزيد نحمرهم على الجهه الثانيه، من بعد نحطهم في صحن فيه ورق الامتصاص، ونحضر الصلصه تاعي، نكون حضرتها ديجا من قبل باش نخليها في الثلاجه تكون بارده، باسكو الصلصه لازم تقدم معها جد وبارده. هنا نحط الياغورت الطبيعي، نحط معها المكونات الاخرى كامل، نخلطها مليح بالفوي ولا بالملعقه ولا بالفرشيطه، ونقدمها في صحن التقديم مع هاد الخبيزات هذه اللي كنت تفرشت لهم ورق نتاع السلطه مثلا خضراء، وراح تكون طبق جميل جدا وجد جد صحيه، يعني ما شاء الله بنينه، ويحبوها كثير كثير الاولاد الصغار، يعني ماذا بها ربة البيت تقدمها ودخول المدرسي السمانه هذه ان شاء الله. يعني مليح لو كان في اول يوم تقدم لهم هذه الكيفيه هذه، اكيد راح يفرحوا بها بزاف، يعني الفرحه تاع الدخول المدرسي، وزيد تكملها بالفرحه هذه تاع يجيو يلقاو هذه لي قاليت هذو، راح تكون جميله جدا جدا وشهيه طيبه للجميع. Yeah.